كان التعليم في الإمارات قديماً قبل قيام الاتحاد قائماً على نظام الكتاتيب الذي يعتمد على حفظ القرآن والأحاديث إلى جانب التدريب على الكتابة والإلمام بأركان الإسلام. وبعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من عام 1971، أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالتعليم، إذ وضع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه سياسات وخطط أخذت القطاع التعليمي إلى مراحل رفيعة المستوى. هذا وحرص سموه على الحد من الأمية، لذا أمر ببناء المدارس في كافة مناطق الدولة ليحصل كل من يطأ أرضها على التعليم، وكان سعيداً بتخريج جيل مسلح بالعلم، فقد حرص على الحضور بنفسه لتسليم الطلبة شهادات التخرج من الجامعة آنذاك، وأكد بأن الإنسان المسلح بالعلم والمعرفة هو الثروة الحقيقية وأساس نهضة الدول. واستطاعت الدولة في عام 1973 أن تدير 110 مؤسسة تعليمية تضم 40,000 تلميذاً. ثم شهدت دولة الإمارات خلال تلك الفترة قفزة كبيرة في مجال التعليم أدى إلى زيادة نسبة المتعلمين من بين أفراد الشعب، ثم حدث تطوراً كبيراً في جميع مجالات وأنواع التعليم ومراحله. بما في ذلك توفير التعليم العام والتعليم العالي عبر مختلف المؤسسات التعليمية المنتشرة في كل أرجاء الدولة، وقد قام عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرفيعة والمشهورة عالمياً بافتتاح فروع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، مما وفر فرصاً تعليمية بمعايير عالمية للمواطنين والمقيمين. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطلقت مبادرة تدعم العملية التعليمية بمادة التربية الأخلاقية في المناهج والمقررات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي المؤسسات ذات الصلة. تشمل مادة التربية الأخلاقية 5 عناصر رئيسية هي الأخلاقيات، التطوير الذاتي والمجتمعي، الثقافة والتراث، التربية المدنية، الحقوق والمسؤوليات. وفي ظل جائحة كورونا تعاملت دولة الإمارات مع هذا الفيروس بحرفية عالية، واعتمدت الدولة عدداً من الإجراءات التي ساهمت في احتواء هذا المرض والحد من انتشاره، ومن أهمها قرار وزارة التربية والتعليم الإماراتية في تطبيق نظام التعلم عن بعد من خلال بوابة التعليم الذكي. فالتعليم في الإمارات لم يتوقف، وستظل منابر العلم مضيئة بمعارفها وعلومها. رؤية الإمارات 2021 في النظام التعليمي يهدف إلى أخذ التعليم في الإمارات إلى أعلى المستويات واتباع أنظمة التعليم الذكي، حيث تنص البنود المتعلقة بالتعليم على أن السنوات القادمة ستشهد تحولاً كاملاً في أنظمة التعلم والتعليم، إذ سيتم تجهيز المدارس والجامعات بالأجهزة والأنظمة الذكية، وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية، علاوة على وضع أهداف تساعد في رفع مستوى الطلبة التعليمي ورفع نسبة الخريجين من المرحلة الثانوية.